دبشتي ها اوعك تتهمني بشي ليكو 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 هاي هاي بركي ما فتحنا مين ها مين مو بيتنا بلا مش نبدا نفتح لنا ضايل بيتنا كسر المفتاح شوفي مين عم يدق الباب بهالوقت خير ان شاء الله خير يا امو اوعى تفتح الباب هذا الدق بالليل ما بيطمني شو هالحكي يا امو شو هالحكي شو اوعى افتح الباب مو سمعان شلون الباب رح يكسروه فيقونا معزنونا يعني اذا زدينا المفتاح هيك نتعد بفوت ببخش الباب وين بالباب يعني بفوت بدك تشوفه هيك انت اول شيء الباب ركز 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 شو هاد انت ويا ولا؟ ليش عم تدق علي الباب بالليل؟ شو هالسرعة حدا بالبيت ولا؟ لا يا بيت ولا؟ روح افضحه انت تعال هلا شو بدك؟ خلص 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 عندي 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 روح كرمالي كرمالي من خلقتي روح انت شو عم تساوي عندنا هون؟ جوا بالبيت؟ لك شو عم تساوي؟ روح شو عم يصير؟ لك ليش ضربته؟ لك ليش ضربته؟ ايوه والله ما بدي البيت مبروك البيت ان شاء الله الف مبروك دخيلك يا ابو جواد اطلع لبرا شوف شو عم يصير خلاص انت يا ابو ياسين برا حط فلوس خلي وقت الهواء من الحاره ولا انت وياه بلا خلاص انا والله روح على شوف سدني ليتك برا سدني يا عم شباب شباب اتركه اتركه يا ابي الله يرضى عليك قوم عمي قوم خذ فيك ويلا هذول مو مربيين يا ابي انا بدي ربيهم لك يا ابي الله يرضى عليك لا تعلينا معهم لا تروح على البيت ما الله يرضى عليك والله كرمالك بس امي لا كرمالي ولا كرمالك خذ رفيقك ويلا حلو عنا كنت قتلت وقتك شو هالناس هاي لك شو لك شو لك شوفي وليش معلمي الله يوفقك على اللي قتلناها